ان شاء الله تضبط معها بعد زياده بعد الشغله هذه احنا بالغصب نحصل. المفروض يوقف في واحد وقف وقف خاص منه بينما تخطف الصدر الآن من قبل لا لا ما يحتاج بيبين مرة ثانية خلاص زيد ما عليه ما شوي الانتقادات انا ما تهمني الانتقادات ما تهمني انا ترى هو ما المفروض ما يسمع كلامك انت ولا يسمع كلامي المفروض هو يطالب لا 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 لازم تقرين بالمركز السادس بورتموم سابعا والفرق ابراهيم نادر والدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهايه ولا تنسى بدأ في الانطلاق الآن والمحاولات قائمة أيضا من قبل أريبا أريبا مع الفرز إبراهيم نادر ومن الجانب الآخر جولدمان مع الفرز كارلين بيشوب لكن ابن عربي في أول ظهور له في مملكة البحرين يوسع هاي الشيء انت ما شاء الله عليه شاطره في السوالف كل شيء له سبب افا لان الاسبوع اللي طاف نسي يدخل الخير اقول انت ما تسوين شيء في صالحي ويصير بسبب مثلا اقول ماد اقول لك بالمثال احيانا ممكن نظن ان احنا عارفين وفاهمين اي بس مره شلون صار غلط واحيانا ممكن نستبعد وايد اشياء انها تصير عندك الأخبار زين بالنظام ونقول معقولة ما يصير ما أبغى أقول يزعلون لا يزعلون بس الواقع يعلمنا إن ما نستبعد حتى المستحيل أنا عرفت إن الغلطة ما تتكرر مرتين نظن إن إحنا عارفين وفاهمين مشت الحين خلاص بتمشي الأمور مرة ومرتين بالضبط كلامك صح بس بيجي وقت وبتكتشف إن الأضرار اللي سببتها صعب تحلها الحين أنت وايد طيب الشيخ سلطان ساعجة ولا ما ساعجة شو تسوي خلاص أوف وايد لا قول انت او بتقولينها انت مو بس عندك عدد قليل من الخيل الحين حتى سمو الشيخ عيسى بن سلمان شال الخيل من عندك هذاك موضوع ثاني احنا خلينا نكون في الموضوع من هاي بعد نفس الموضوع لا يعني. لا ما نطلع الموضوع موضوع ما تبي تجاوب على هاي الموضوع لا هاي اشياء يخص سمو الشيخ عيسى هو يقدر يعني بس انت كحسين تعتقد شنو السبب سبب كل واحد له نظرته فما لا تسحبيني في كلام الموضوع أبداً ما كان إني أسحب كلام خبر وكان نستحق نسمع تبرير أو جواب أنت مدرب وفي خيل كانت عندك مشالت يعني أنت قلت لي ما تبي تجاوب عن موضوع سمو الشيخ عيسى بن سلمان أنا ما أعرف شنو الخطة اللي هم راسمينها شنو في بالهم ما أعرف شلون أرد على يعني شيء ما أعرف يعني بس يالك اتصل قالوا لك سلم الخيل خلاص بالاختصار ما لك خص
حسين يمكن فاهم الموضوع غلط. كل من له خص لما الموضوع يتعلق برياضة جماهيرية. ما في شيء اسمه مالنا خص. مو بلازم تعرفين. أوكي إنزين، ما بعرف عن سمو الشيخ عيسى، بعرف عن سمو الشيخ سلطان. ليش رأى الميدل وينر؟ ما شاء الله الميدل وينر موجود عندي. أقول لك مالك خص الحصان الميدل وينر عندي. لا بروحك فوزي. والله أنا ما وصل لي المعلومة. سامحني. لا. وصلت لك المعلومة قبل. وقتها شكيت، قلت. ما جبعت يمكن أنا غلطان، الله أعلم. والله مو أول مرة تغلطي. بس نقطع الشك باليقين أحسن. أي ميدل وينر؟ ميدل وينر؟ لا من يقول؟ كان ميدل وينر عندنا واحد في البحرين. وين عند فوزي؟ عندك الأخبار زيد بالنظام. إيه صدق ما بيجي؟ ما أدري والله. ما بتودي عند فوزي؟ لا ميدل وينر عند حسين. ولا بتودي عند فوزي؟ لا لا أخي فوزي عنده خير. ولا تفكر تودي عند فوزي؟ لا ليش أفكر؟ فوزي عنده خير. لا صار شيء؟ لمح يعني بحض محمد. لمح. لحم ما يبي يقول الأكيد. يجست الناب. سمعتي. من أي جريدة سمعتي؟ وأنت قلت له أوكي؟ قلت له حاول لك إيه. فوزي عنده خير، عنده خير لي. إيه نعم. إشاعات يعني؟ نكذبها؟ أكيد. أوكي. مو بعقبة تفاجئ إلا وديت. لا لا ميدل وينر، ميدل وينر مكانه. عند حسين. حتى لو كان بيروح السعودية بتخليه عند حسين. إيه. وبتخليه بس. لا حصانه هو حصان عند حسين. أنت ما عنده. على الأقل ميدل وينر ممكن يعطي بصيص أمل لحسين عقب كل شيء صار معاه. ونقاشي معاه كان طويل وقال فيه وايد أشياء، بس أنا مو فاهمة ليش انت أنا كذا مرة كذا ما تأثرت، لأن أنا كذا مرة أنت عرفتي خلاص إن حسين دليمي ما يحب يرد على الأمور. حسين دليمي ما يحب. No, you used to like that. تتصل وتقول أبي أتكلم عن الموضوع صار. لا 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 أنا لا 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 أنا إذا بتكلم أتكلم عن موضوع الخيل بين قوسين. أما بتقولي لي موضوع سمو الشيخ عيسى ولا سمو الشيخ سلطان بالشلون بخلي. أنا أتكلم عن خيل عادي. فوزي سألنا نفس السؤال يوم نشال منه فايز. كل واحد ما سوى اللي أنت سويته. لا لا كل واحد حر. هل أنا ما أراعي مشاعر فوزي؟ لا كل واحد كلمينا بطريقة غير. إحنا ما نتكلم مع كل واحد بطريقة غير، بس كل واحد يتقبل السؤال بطريقة غير. وعموما ما ينلام حسين، اللي صار من قبل 3 سنوات صعب، واللي صار الحين أصعب. صعب لما الواحد يحس إنه مفقدة الثقة فيه. شوطين مع الفارس حسين مكي. إذا المقصود هو الذي يتصدر السباق والمحاولات قائمة من قبل شداد. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنالك شداد من جانب السياد ومن الجانب الآخر مقصود. إذا شداد ومقصود، إذا مقصود إلى ثاني أشواط الأمسية. إذا مقصود هو بطل الشوط الثاني. لا شوطين. شوط كان المفروض نشوف فيه كل هالأسماء وحزتها. كنا بنقدر نرشح ونقول يمكن وأكيد وإيه ولا، بس اللي صار يوسد لروح آن ريسينج انطلق الشوط الثاني من مسافة 1000 متر مستقيم في سباق توازن من 0 إلى 40 انتاج محلي لعمر 3 سنوات وما فوق. ينطلق بانطلاقتي. ليش ما وقف؟ وش درانا بالدنيا؟ ماش درانا بالدنيا؟ شفنا الأحمر أوكي بس ما ندري شفنا اللي راح أقول يمكن صار أوكي بس روحوا. ولا يفازت في شوط مو محسوب طبعا. لا لو ماسكين خيلهم شكل هذي ماسك حصانة شداد رجع لحوق كان يحاول يضبط الحصان يوقفه ما قدر. آخر شيء طاف الفنش. إذا يطوف الفنش ما قلت له يرجع. الله عوضك. الحمد لله. أنا قلت بين شد أبين ولاية شداد مقصود. حصان ما طلع ما تبطل جيت ماله البقايا طلعوا. وزين يعني بس على الأقل يعني صارت مصالح مقصود. يعني سمير لو كل الخيل موجودة يا بيفوزون يا ولاية يا مقصود. إيه المرجاني لا مرجان ما دخلنا حد تجهيزي بس. ما ادري احس لازم نشوف عشان نعرف اذا صدق يا مقصود يا ولايه. شوف ولايه انت بس ماله. يعني كان مثلا بيكون في كل الاحوال مقصود اول
وشدود ثاني، أو بيكون مثلاً مقصود أول ولاية ثاني وشدود ثالث. مو مسافة شدود، مو مال 1000 متر، بس أنا دخلته الخيل شفت مو مستوى وخليته يرجع. تعال خلنا نسأل، هو يقول لك شدود أفضل من ولاية. لا منو؟ ولا لا فرق الوزن، لا فرق الوزن، فرق الوزن بس انا 62 كيلو هاي 52 يعني 10 كيلو لا يعني شداد افضل من ولايه بالوزن. الولايه تغلبه اليوم لان شداد مو في مسافه زين. لو مقصود 62 بعدين شداد 62 من يغلب شداد فرق الوزن. لا صدقوني ما بنعرف الا اذا شفناهم مره ثانيه مع بعض. روف اند ريسينج انطلق الشوط الرابع على كاس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مسافة 1600 متر بمشاركة 6 من الجهات. في هالشوط خلونا في اثنين بس. بين رماني وبريث تيكينج. كراماني حلو؟ تصنيف اعلى تصنيف. مسافة انا وانت اتفقنا من قبل ان 1400 هي المسافة المناسبة حقه. حلو؟ فاليوم اللي بيفرق معاه شلون بيمشي الشوط فقط لا غير؟ بانطلاقة بارشمن مع الفارس دينسون رودريغيز هو الذي يقود هذا الشوط من البداية يلحق به ثانيا. شلون بيمشي الشوط وإن إذا في حصان أحسن منا اليوم يبين. الأولى إنه يكون مثل ما قلنا بريث تيكينج يعني على الورق مرشح ثاني. هلو بطل المركز الثاني. ما أكمل يعني ها أسكت من الحين. على البرق مرشح ثاني، تصنيف مرشح ثاني، الوزن في صالحه. شو بس مسافة بعيدة. وفعلاً لأن بريث تيكينج بين في آخر ريس له يبى مسافة أكثر، فاليوم ودوه فما بيكون حصان بعد سهل. لا بالعكس هو يحتاج مسافة أجرى، بس هاي الشوط اللي حصل ماله حسينا إنه زين نقدر نشارك. ومان هو بشعار العفو ريسينج المركز الثالث من جانب السياج اضطراب مع الفارس كاميرون نوبل بينما دوشامبي في المركز الرابع بريث تيكينج في المركز الخامس. يعني شوف دام قلت ان انت بس خايف شلون بيمشي الشوط معناته انت مو شايل هم الوزن. لا هو متعود يعني طول عمره يركض بهالوزن يعني مو عنده مشكله يعني فمن كذي تصنيفه وعدد مرات الفوز اللي عنده اكيد بيشيل اعلى وزن يعني ما بيعطونه وزن قليل. نشوف الشوط شنو يمشي يعني هل جيمس عند حصان بيطلع وياه مثلا قدام هل يمكن ايه يمكن شاجر. دوشامبي في المركز الثالث مع الفارس عبد الله فيصل كاميرون نوبل مع ديراب في المركز الرابع بينما بريث تيكينج في المركز الخامس وشاجر حتى الان في اخر الجياد. شاجر ومو في المقدمه بس اتوقع اي شيء يعني بارجمنت بعد يطلع من قدامي ف نشوف شنو ظروف الشوط. لنفترض بارجمنت طلع في المقدمه رماني وين؟ هذا الجوك يتصرف. أنا من دخل الحصان لترك خلاص. ما عطيت احتمالات؟ عنده. أكيد عطيت احتمالات. بس إنه شنو بيصير ساعات يمكن أعطي أربعة احتمالات واللي يصير في الشوط شيء خامس. اللي صار في الشوط مو شيء ثاني. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق متواصل مع بارشمنت. بارشمنت انطلق في المقدمة رماني وين؟ رماني مو من صالح إنه يطلع يا بارشمنت. أكيد بيجود شوي ينتظر بعيد عنه بالطبع. زين ما عنده حل ثاني بس ما أظن إن هذه الفترة اللي كان لازم ينتظرها بس ويكون بالضبط مع بارشمنت. شوف بارشمنت رماني خيل تحب الانطلاقة فهذا لمصلحة من لمصلحة بريث تيكينج. بريث تيكينج حصان ينتظر. والشغلة الثانية أظن إن تو الشوط اللي راح انتاج أبو عبد الله يعني لهم كلمة فما شاء الله شفتينهم أول وثاني وريس وريس قاعدين يتطورون. نقول بريث تيكينج مفاجأة اليوم إنه يفوز بهالأطوال. لا يمكن نفس ما تفضلت يفوز بهالأطوال ما توقعنا يعني أنا الصراحة قبل السباق توقعاتي لرماني رماني هو اللي يفوز كان يعني توقعاتنا وتوقعات الكل
ويمكن يدخل إياه منافسة كان دوشامبي، بس بريف تيكينج يعني فاجأنا بأنه فوز بعيد، يعني قلنا لو بيفوز طول نص طول. Yeah, did a great race. Settled well, which was important, stepping up in trip for the first time. So the race went nice and smoothly. They went a good strong pace. He relaxed for the first half of the race and came there with a good finish. بريث تيكينج ما استبعدنا لأن قلنا حصان بين يبى مسافة أكثر. فاليوم أثبت اللي هو يبى المسافة الأكثر. إن شاء الله تضبط معه المسافة. أضبطت. أضبطت. إن شاء الله تضبط معه بعد زيادة. إنزين. يمكن لأن أشواط 1600 إلى 1400 هي الموجودة أكثر للإنتاج المحلي بدل 1200. شوف أنا قلت حق محمد سعيد إذا شفت بريث تيكينج في الشوط ما تدخل الرماني خلاص. بعد شغلة هذا إحنا بالغصب نحصل شوط نشوف منو في الشوط. بس تدرون والله صعب نقول إن راماني خسر بس لأن بريث تيكينج في الشوط. انطلق يعني ما شاء الله جيدة، لكن طلعوا إياه بارتشمنت وهو يعني صحيح السباق صحيح 100% وتصرف الفارس صحيح، يعني إحنا توقعنا إن أرماني هو اللي بيفوز، لكن شنو؟ مو راضي يهدأ. شلون حتى كان فراسه خلينا شوي بعيد عندك عن لا يحط على روحه، بس بعد ما قدر يجوده يعني شو يقعد مرتاح يمكن سوايك مرتاح هيسه قوي الحصان. If I slow down that doesn't suit my horse, he gets too keen and he doesn't sprint, so I have to ride my race. بارتمنت بالغصب بالدفع وراح قدر يروح قدام، بس رماني طالع على بيسه بيس قوي فمشي فراسه على صوب خلينا بعيد عندك عشان لا يحط على روحه واجد. يعني هو في البداية أوكي حاول إنه هو يكون ورا بورتمنت. إيه بس حاول بس ما قدر الحصان يسحب واجد. النهاية بعد طاقة الجوكي يا طاقة الحصان فرق واجد. اللي فرق وايد. لشان بتوقعت مركزه إنه يكون مركز أخير؟ لا دوشامبي ركضة سيئة جدا سيئة. يعني ما توقعنا، يمكن توقعنا دوشامبي المركز الثاني، انا توقعت عليه المركز الثاني الثالث او يمكن حتى الاول. دوشامبي اكو بيبيعونه خلاص اشتري له. لا ركضة دوشامبي اليوم سيئه. عاد الحين من اللي بيشتريه؟ هاي الشوط نحط اثنين اوشن ستار وفايتر بايلوت ونسكت. من المفترض تكون اوشن ستار لان اخر سباق اخر ثلاثة سباقات لها فايزة، بس وزن شوي خوف 62 اعرف، بس اليوم الشوط يعني خلنا نقول اذا ما قلنا اوشن ستار بنقول فايتر بايلوت، بس المفروض اوشن ستار بحكم الخبرة الازيد من فايتر بايلوت ولا لا؟ كمستوى هم الاقرب للفوز، بس أنا أتوقع فايتر بايلوت في 1200 بيكون له يعني الحظوظ الأكثر. يعني نعرف إنه بعد هاي المسافة اليوم المسافة اللي فوزي قال إنه هو يبيها، يعني قال هو المسافات اللي هو يبيها من 1200 ل 1400. إن شاء الله أتمنى اليوم. The Roof and Racing انطلق الشوط السابع من مسافة 1200 متر بمشاركة ثمن من الزيادة المستوردة لعمر الثلاث سنوات فقط لا غير بمشاركة ثمن. الوقائع تقول أن التوب 3 أوشن ستار فايتر بايلوت ومن؟ بتختار فولو سوت ولا بتختار إيوان؟ إن شاء الله يعني إيوان ترى كتمرين أفضل من اللحم، بس كريس مو قاعد يأدي. يمكن في الحصان من يروح جروينج شوي تحس إنه في مشكلة تصير. ساعات في خيل يروحون جروينج أوكي يكبرون في العمر سنة تحس إن أموره تصير الهرمون ماله يصير أوكي. في خيل لا تتعب يعني نموه شوي تسبب مشكلة له. يظل هو حصان قوي إذا رجع في الفورم على أول سباقاته. بكون منافس قوي جدا يعني. فارس أندرو إيديت المركز الثاني، تتواجد أوشن ستار المرشحة في هذا. حاليا من اللي أشوفه ما أحس نقدر نستبعد إيوان. لا إن شاء الله أنا أتوقع ما بيخسر الحصان اليوم. أتوقع ما بيخسر. لا تكلم عن أوشن ستار وفايتر بايلوت. هل بينهم قبل؟ فايتر بايلوت لا ما ركضي لأن أول سنة.
أوشن ستار قبل غالبنا هو. يعني اليوم أنت إيوان مراويك أشياء وايد حلوة عشان تقول كذي. ولا تلاحظ يعني أول سباقات الموسم الماضي أفضل حصان 3 سنوات. بس شفنا شوي شوي نزل مستواه. شنو السبب إحنا ما ندري يعني. بس يظل لو رجع مستواه بكون منافس خطير. الثالث بينما يوان برينس في المركز الرابع، والمركز الخامس هنالك روس بلس جريت مع الفارس فيل دينيس. ففولو صوت اقول عنها لا اليوم؟ لا ليه شانس رشقة. يعني ويا الثلاثة مو ثلاثة جنين. لها شانس في البليس فقط ها؟ لا حتى وين لها شانس. ثلاثة جنين في الشوط. اقوى ثلاثة طبعا. لو غلبت يعني ما بتكون مفاجأة. ان فولو سوت فرس جدا ممتازه والله. زين ما توقعتك تقول لي ان فولو سوت تعتبر من اقوى ثلاثه. لا ذرق ضاغطين هي السنه ورق ضاغط. ايضا فولو سوت اندرو اليت بينما تقطب الصداره الان من قبل لدينا هنالك فايتر بايلوت مع الفارس حسين مكي ومن عسل زين بتساعد اوشن ستار. طريقه الشوط ما بيناسب عسل بيصير سريع. بس عسل فازت في هالمسافة اليوم. الخيل غير وريتات لا 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 عسل شغلته غير. هاي ريس غير هاي ريس غير. إذا حصلت الخطة اللي تقدر تركب إنها تنخش في البداية يكون إن شاء الله أملها زين. بتكون ممكن تأخذ مكان أوشن ستار. ستار مع الفارس لينومان. إذن المرشحة الأولى هي التي تتصدر السباق. هنالك محاولات أيضا من قبل فايتر بايلو ومن جانب السياج انطلاقة عسل مع الفارس عبد الله فيصل. إذن عسل وأيضا لدينا أوشن ستار من جانب السياج. هنالك عسل ومن الجانب الآخر أوشن ستار في دخول ثنائي. إذن أوشن ستار هي بطلة. شنو ذي محمد سعيد؟ ما توقعت. توقعت أوشن ستار إيه تفوز ولكن بعد عسل يدخل معاها هاي يعني بعد الوزن. أوكي كلاس أوشن ستار أحسن بس بعد الوزن كان في صالح عسل يعني كذي قدرت تنافس. يعني كقراءتي للشوط أنا استبعدها الصراحة بس ذكاء الفارس لينيومان. يعني يوم الفرس شاف الفرس أوشن ستار راحت في المقدمة بروحها بعدين لمح عسل جايه الى من داخل السياج سحب فرسه الى الفر الى سحب فرسه الى عسل. And nothing seemed to be taking me. Nothing would challenge me to the death. They're all coming up the other side so I had to let her come across and see them because she thought she had it done. بس طل اوشن ستار بطله في هذا الشوط وهي ثبتت انها افضل جواد في ال3 سنوات لحد الان. الصراحة ما أقدر أقول فايتر بايلوت ما أدى بس يمكن الحصان يبي مسافة بعد واليوم كان ليه تشانس يغلب بس ظروف الشوط ما سمحت له. يعني ظروف الشوط في أنه ما حصل كبر له في الشوط صح صار من وقت قدام فما يبي كذي الحصان. أنا أبغي أفتي بس يمكن ذا الحصان وقت اللي يتأقلم على أجواء البحرين يكون حصان خطير. ويوان صج حقق مركز رابع بس كان في فرق ما بينه وما بين الثالث حوالي كده طول فما تشوفه يعني قدم مستوى خلنا نقول نوعا ما متوسط. توب 3 قلت لي ها ما ادري توب كم من فولو سوت ما ادري ما ادت مستوى ما ادت مستوى مو توب 3 اكيد ما بتأدي زين. في أشياء ما نقول لك إحنا ما نبي. في أشياء يعني. شنو فيها؟ ما يصير نقول لك بعرفه. ليش ما يصير تقول لي؟ ما توقعت ما أثر عليها. شنو؟ أبي أعرف عشان ما ألومها وعشان ما استبعدها من هاي الأشواط مع لا هذا. لا ريس ثاني شو بفرق واحد. شنو فيها عبد الله؟ لا. في ظروف الفضاء ما أعرف زين اليوم. ترى ريس ثاني تأدي أحسن. يعني شنو فيها شيء فعلا يخلينا نعذرها هاي انا اعذرها احنا انا بيعرف اعذرها لا وين اسرار الطلاب ما يقولون يقولون وما يقولون مو مهم لكن بننتظرها شنو بتأدي في سباق جاي اكيد. شوط مفتوح انا اشوفه
حق الكل فرصة. مو مفتوح وايد، مفتوح شوي. مفتوح حق ثلاثة يعني ماكسيمم أربعة من الخيل. يعني أقول لك بس في 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 فرص حقك إن شاء الله يكون حصاننا يقدم ذي الشوط، يعني حصاننا الحمد لله يعني. بس يعني ننتظر منه الوين، يعني إحنا وايد صبرنا ترى بعد يا الحصان. يعني الانتقادات زادت عليك يوسف. خلاص زيد ما عليه. زادت. ما شوي الانتقادات أنا ما تهمني. الانتقادات ما تهمني أنا ترى. أنا أشتغل. سمعت إيش قالوا؟ قريبة قريبة أنا أشوف إنه كان من الأفضل إنه يعني حصل مركز أفضل من اللي يعني جاء مركز ثالث. يعني علامة استفهام على قريبة قريبة، يعني مو راضين نشوف إنه يحرز المركز الأول. ليش ما ندري؟ هي السؤال موجه ليوسف طاهر. كلنا نتمنى الفوز بس يوسف طاهر. المالك يوسف طاهر المدربين كلهم. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله نتمنى يعني. اليوم ولا بعد عقب كم اسبوع؟ كانت اليوم ولا عقب كم اسبوع؟ صح بنقول بثقة قريبة قريبة صح؟ في شيء يخلينا شوي نرجع خطوة ورا. ليش ليش؟ صح ولا لا؟ قريبة قريبة قاعد يخدم في السباقات الهانديكاب، يعني 0-80 0-85 قاعد يقدم. نشوفناه يعني عنده اندفاع قوية، مسافة مناسبة لها 1200. فقريبة قريبة مع هالأسماء المفروض انه يكون هو له الحظ الأوفر في هذا الشوط. مسافة ناسبة. نعم. الوزن يناسبه مع إبراهيم. فوق ذي إبراهيم أصلاً جاي معه مركز ثاني. نعم. من قبل. فاليوم المفروض يكون يوم قريبة قريبة. إن شاء الله إحنا نتمنى إنه يكون يوم حصاننا إن شاء الله. بالضبط. يعني إبراهيم راكب عارف الحصان. فنتمنى اليوم إن شاء الله يقدم. The All Set for Race Number 8, Herof and Racing انطلق شوط ثامن على كاس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مسافة 1200 متر بمشاركة 12 من الجيادة المستوردة الثيربريد. شنو إذا كان في شيء ممكن يخلينا غير واثقين من قريبة قريبة اليوم شنو بيكون؟ لا 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 ما الحصان زين، خيل الشوط مفتوح حق الكل معاه يعني راسين. حصان ألين كروس من حصان زين هو الأفضل في هاي الشوط، يعني خصوصاً إن آخر شوط كان ويا أوشن ستار، وأوشن ستار اليوم شفناها اليوم ما شاء الله فرس قوية، فهو يعني كان وراها بفارق بسيط يعني طول وربع تقريباً. أتوقع بعد في حصان ثاني سوبر تاي بعد زين حصان يعني سبو تاي يعني خير طيب يعني. هذا الشوط ميدان واليوم طبعاً يا خيل أقوى، نسأل الله التوفيق للجميع. بالضبط اليوم يعني شوط أقوى. أقوى. يا يقول لنا إنه أنا متطور. إن شاء الله. يا نسكت عن سبوتاي. إن شاء الله يتطور. يوم يعني الشوط مفتوح. أتوقع يعني بس شيل يمكن راسين أو ثلاثة، أما باقي الخيل تقريبا متقارب، متوقع أي حصان يفوز بالشوط. معقول الكل له فرصة الحين؟ قلت ليش؟ استبعدي بس راسين ثلاثة الباقي كلهم أي واحد توقعي ما فيه. استبعد من؟ ما ابغى اقول يزعلون. قول؟ لا يزعلون. من يزعلون؟ يزعلون اللي رعت الخيل. لا قول لي من اللي يزعلون مني؟ لا 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 عشان اعرف. ما استبعد انا. سدل اذا ثلاث سياد على موقع واحد من جانب السياج انطلاقه مانهاتون بريدج، ومن جانب سولار فلي وقريبة قريبة ابن عربي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس عباس ما يبي احد يزعل، وانا بعد ما ابي ازعل احد، فاذا بستبعد بستبعد الخيل الجديده برج مثلاً. أول سباق لا يعني ما أعرف الحصان، يعني الحين ما عندي أي شيء أقول عنه إلا لما أشوف السباق، وعقب السباق أقدر أقول لك عنه كل شيء يعني. أما المركز الخامس هنالك أيضاً لدينا غورسمان مع الفارس تشارلز بيشوب الذي بدأ في الانطلاق والانطلاق، لكن حتى الآن ابن عربي في وضعية الانتظار. وكنت أبي أستبعد ابن عربي لأنه بعد أول مرة يشارك، بس موقع الحين ما يخلينا نقول ولا شيء. النجا الحصان والحمد لله حصل وقت الكفاية، شغل زين، بس يبقى السؤال إن هل يقدر ينقل الشغل إلى التراك؟ هل اللي بيراوينا اليوم يعني. شوف ابن عربي قاعد يقدم بعد تمارين طيبة لأنه تعرف على الأرضية الرملية، ولكن اليوم الجراس هو الفيصل حق هذا الجواد. إذا قدم اليوم مستوى على أرضياتنا يعني بيكون حصان زين حق زين أو لا الحين ببين، بس ما ظن قريبة قريبة عنده عذر. الحصان مثل ما يعني من ما شاء الله عليه متمكن من التراك ودائما في المنافسة، يعني خصوصا ويا هاي الكلاس، فنتمنى التوفيق حق عبد العزيز يعني. ونرجع ونقول شنو؟ شنو؟ ما دام احنا في البليس احنا بخير.
ظهور له في مملكة البحرين. يوسع الفارق الآن مع الفارس لينيو مان الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسية. إذن ابن عربي بكل سهولة ورياحية يطير إلى كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. أريبا أريبا في المركز الثاني. المركز amazing win. انتصار صراحة يعني اكثر من روعه. يمكن صدمنا بصراحه بطريقه الانتصار. بعرف شيء واحد ابي اعرف, هاي اللي المفروض صدق يسويه ولا انت اصلا متفاجئ منه؟ هاي المفروض يسويه, بس مثل ما قلت السؤال كان الارضيه. You know there's a lot of question marks with him. He came from George Scott, he was there, obviously Mr. Ofer owned him there. I mean disappointing in the UK, we couldn't see why. When he arrived we liked him, his work was very good. It's just whether he liked Bahrain or not. Seems he likes it just as much as me. شنو اللي خلاك تقرر تجيب هني مع انك انت خايف من الارضيه؟ لان هناك ما كان يسوي شيء. ركض ثلاث اربع ركضات ما سوى الا نجيبه. لا خطير. صدق قبل الشوط كنت متوقع هاي؟ تبين الصراحه؟ اي ابي الصراحه, ابي الصراحه من قلب. على شغلك كنت متوقع هالشيء. بس كنت متخوف من الارضيه. احس قريبه من النوع اللي لازم فعلا تدرس الخيل اللي موجوده معاه في الشوط عشان تعرف اذا فرصته كانت بتكون 100% انه هو يفوز ولا اقل. بالعكس احنا شوف اختارينا هذا الشوط من قبل نركض الشوط اللي راح, ترى انا وحسن رسمين خطه حق خيلنا, بس في الشوط ذاك مثل ما قلت لك ودخلنا ما قصر, واليوم بعد نقول احنا ما قصر يعني ركض افضل من ذيك الركضه. واذا في شيء لازم نقوله بعد, سابوتاي وين؟ معقولة؟ علامة استفهام بالنسبة يعني لهاي الخيل, المفروض يكون أقل شيء مركز رابع, فعلامة استفهام إنه ما يكون يا الخيل مار صراحة. ولا أنا أدري, بس عباس يمكن نسى يستبعد سابوتاي مع الخيل اللي استبعدهم. قتي بورت دوغلاس مع الفارس إبراهيم نادر, ومن ثم ياتينا كينغ أوف ذا ثرون وهارد تاس مارتر, لكن المرشح الأول كلاود ريف بشعار الجنرز ريسينج على صدارة هذا الشو, والمحاولات قائمة من قبل بورت دوغلاس وكينغ أوف ثرون من جانب السيال, ومن الجانب الآخر هنالك أيضا انطلاقة هارد تاس مارتر مع الفارس أندرو إليت, لكن كلاود ريف يطير إلى كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. مرشح قبل السباق بحكم الجياد اللي كانت موجودة وياهم أقل مستوى منه. طبعاً كلاودد ريفت معروف على المضمار إنه حصان صعب قوي. اليوم مو مسافته لكن شفناه غلب كل أريحية. لا أحسن من هاي الركضة ما بنشوف. قوليها فوز إيزي بالتوبويت. فوز إيزي بالتوبويت. أنا فير. إيه بس خلاص. الحق ينقال. الصراحة اليوم يعني بعد ما كان له منافسين, يعني من بينافسه هو يعني. أعلى تصنيف مفروض يفوز ومفروض يأدي الأداء, ولو ما أدى كذي بيكون في شيء غلط. هو أفضل من الخيل كلهم يعني, فمنافسة صغيرة محصورة حقه يعني, كلاس صغيرة عن الخيل, فيعني مشى بهالطريقة وفاز. ما علينا نشوف الريسات الجاية. نبي 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 كلاود درفت في محاك. شوي شوي جاي. نبي محاك. شوي شوي. ونبي مع ميدل وينر. ميدل وينر إن شاء الله منطلقة قوية. ضروري. I knew after the race last time that maybe I wouldn't have won, but if I'd have gone forward, it would have been a much closer race. وما أعرف ليش الجانرز لحين مصرين على كلامهم من بعد هالكلام. تيتي سألتيني قبلها, بس الحين عرفت إن الغلطة ما تتكرر مرتين. زين بنشوف. متى أبي بسرعة يشوطهم؟ مثل ما أبي أشوف هارد تاسك ماستر في سباق جاي. اليوم كسباق يمكن شفنا ان الجواد يحتاج بعد مسافه بعد من 2000 متر. 2200 2400 بيكون جواد طيب. الدخول كان دفاع قويه, يعني حصان يبشر بخير بصراحه. يمكن اللي لفت انتباهي اليوم تطور بوردوغلاس على المشاركه الاولى, يعني المشاركه الاولى وين كان؟ يعني كان جدا في المركز الاخير. اليوم اختلاف 100 درجه, يعني من كان اخير من اول مشاركه لليوم نشوفه يتنافس على المركز الثاني وقدم سباق افضل, فهذا يعود يعني للمدرب علي جان. كان شويه جالبر هورس يحب يمشي كل شيء في صالحه, ما قدر. شفتينا اول فيو سترايد طلع من البوابه, حاول بس ما قدر. مو مهم التارجت, مو بس روح قدام التارجت, سو ريس حق حصانك, بس سو قدام يمكن في السيدة خلاص كتب. فالحمد لله he do his race, not
تعرفين مو يونغ هورس الحين هو كبر الحصان. اي اعرف. فلازم الحين ادور له يجي شوي شوي وحصل كونفيدنس. اقول الحصان اليوم على الاقل يدو كونفيدنس لي يحصل له شوط ان شاء الله مناسب ان شاء الله. الأسبوع اللي فات أن دارك شادو المفروض أنه كسر الرقم القياسي للسباق، لكن أنا أحب أعتذر لك نيابة عن اللجنة. تعتذري عن شنو؟ عن شوط دارك شادو. شوفي دائما الأرقام القياسية والأرقام هذه تعتبر أوتوماتيك، ما تعتبر منول. زين. منول إذا شيء صار منولي ما يعتبرونه دوليا، ما يعتبرونه، يقولون مانوال، فما يعني شوية أضعف من أوتوماتيك. ما فهمت، أسفة. الأوتوماتيك متى ينحسب؟ لا لا فاهمة هاي، بس مو فاهمة ليش الشوط أصلاً دي صار. مو هذي الشوط، أي شوط ممكن يحدث، هاي لأن أشياء تكنيكال. أنتوا شلون نحسب التوقيت فيها؟ لا لا لا، لازم تقرين تحت التوقيت، يا أوتوماتيك يا يدوي. ليش هاي الشوط اوتوماتيك؟ مو لازم هذا الشوط، ممكن يكون والله ما ادري، مو بشغل يعني عطل. شنو بتسوي؟ ما يحتاج، بس خلاص السباق اللي اقول لك مو لازم الا هذا الشوط، في اشواط ثانيه يمكن اليوم بعد بيحدث شوط كذي واير ريس وصار وخلاص ما نقدر. يعني تعرف احنا ايش كثر انتظرنا من دارك شادو؟ نعم. ويوم انتظرنا عطانا اكثر من اللي نبينا، هو كسر ريكورد اكثر. والله الحمد لله الحمد لله، احنا لكن التايمينج شوي المشكله، يعني ما اظن ان تايم يدوي صار سباو يدوي في ذا الشوط. بس ما ادري شلون صار غلط بعد. يصير عادي هذه، ما يصير عادي، احنا ما عندنا مسابقه رقم سياق رقم دولي او رقم دي. بلا مهم ان اللي كسر الرقم القياسي في هاي المسافه يكون مسجل اسمه، اكيد مهم. ما في مسابقه في الخيل فيها ارقام قياسيه، ما فيها. شلون ما فيها؟ كنتوا كل شوط هذه يكتبون ان هاي التايم مال هالشوط. بالضبط، ما نقول احنا كسر الريكورد سوى وقت احسن، اكيد مهم. ايه بس يعني الوقت الاحسن في ظروف وايد، مو ظرف ام الخيل. شنو ظروف وايد؟ ظروف وايد ما فهمت. ظرف واحد جوكي غير، هاي ظرف الهواء وياه لو مو وياه، الهواء ضده ها لو الهواء معاه، ما له علاقه. بلا علاقه. هل هو سوى وقت دارك شادو افضل من الوقت السابق؟ انا كان نعم. اقول لك هذه ما له خلاص تسجل بس احنا لان اوت دور نلعب. لو شوفي يعني مسابقات رجال اللي يلعبون الاولمبيك والاولمبيك، قال لك اوت دور واندور، الاندور غير والاوت دور غير. شنو علاقه الاوت دور في هواء؟ الهواء يساعده بعض الاوقات، الهواء ساعده ولا ما ساعده؟ هو سوى وقت احسن. ما على اقول لك يعني احنا شدرنا احنا فوروي اليوم سجل الرقم القياسي، ما هو ما ساعده ولا ساعده؟ ما في مسابقه حق هاي. محمد قاسم شكله مو فاهم شنو اهميه الرقم القياسي بالنسبه لقياس اداء ومستوى الحصان. شو تسوي خلاص؟ ما يصير، ما يحتاج. ريس وصار وخلاص. ما نقدر. انت وايد طيب الشيخ سلطان. بعد ما تقدر تسوي خلاص. ما يصير، انا لو حصاني كسر رقم قياسي. كان ذا في الوقت شيء فيوز ولا شيء. واير يطلع من البلك ماله او شيء من هالنوع. ما تشتغل الساعة. خلاص. بروح يبنى. ايه. سويتش اي سي. اشتغلت طول اليوم اللي على يعني الا هذه الشوط. اي بعد في شوط ثاني بعد صار في حصان غير انت ما جبتي اسمه مثلا من. مثلا انا اقول لا بعرف من ماد اقول لك بالمثال لانه انا ما في وايد اشواط صعب نحاول نغطي كل هاي الاشياء اللي تصير. إيه زين بس خشي. ما اتذكر اي شيء كان فيه هالنوع. اقول لك لا سمعي ساعات تصير اسبوع كامل اللي هو يوم كامل ما عندنا اوتوماتيك، في خلل فني. الخلل الفني يصير انا ما كمبيوترات تصير فيهم خلل فني ينزل
تصير في مشكله عاديه. اي بس يوم دولي المفروض كل الاشواط في يوم السباق الدولي صار خلل فني في الساعه في شوط دارك شادو، هاي اللي تبي تقول لي؟ والله انا مو قصدي السباق الدولي او السباق المحلي، سباق اي سباق اي سباق يحدث فيه خلل فني بس، يعني ما واحد راح يعني الحين بند الساعه. لا أوكي. يمكن صح، لكن ان شاء الله الايات بيبين. نرجح خيار انه فعلا دارك شادو كسر الرقم القياسي أيه. ولا لا؟ هل هو الفرق وايد عن القبلي؟ هاي الفرق. لا وايد قريب. وايد قريب؟ اي في اليدوي يعني بالامكان انه يكون غلط على الاقل بهذا الشكل. فنعتبر ان دارك شادو ما كسر الرقم القياسي؟ صعب اليدوي. لازم يكون دقيق. الحمد لله الحمد لله غلبنا الشوط اهم شيء. الشوط اهم شيء. هاي اهم شيء. شنو الاهم وشنو المهم؟ كل شيء له سبب ويصير بسبب. وترى صدق احيانا نظن ان احنا فاهمين ونعرف والواقع يمكن يصدمنا بحقيقه صعب نتقبلها ونقول بس. في النهايه مهم نعرف حجم الضرر واذا بنقدر نرجع نثق ونتجاوز كل اللي حصل. النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.